ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسلمت 10 فتيات مقبلات على الزواج بكفر الشيخ من الفئات الأولى بالرعاية جهاز عرائس. يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه ضمن استراتيجية الدولة وسياساتها الراسخة في دعم الفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.